اسمك ايه؟ اسمي انس محمد. محدش يضحك بس دي واحد محدش. كان عندك ايه النهارده؟ كان عندي جغرافيا. كنت عارف ان في عندك امتحان جغرافيا؟ ايوه طبعا يعني مذاكر يعني. اه الحمد لله. طب عملت ايه؟ لا الامتحان كان حلو قوي، المفاهيم يعني ورقه المفاهيم كانت معظمها يعني في الامتحان. لا والله مش بهزر. يعني لو ركزت انت كنت هتلاقي الاجابات كلها في الامتحان، وغير كده يعني الحمد لله فاهم بقى ايه الدنيا تعدي على خير. المشكله في الالماني بقى اللي هو عدى ده الدنيا باظت فيه. عملت ايه في الالماني؟ لا مش هتكلم عشان امي ما تعرفش. مشكله في اللجنه في واحد قاعد قدامي قبل يعني اسمه حمد ابراهيم. هو انا نموذج هو نموذج تمام، فهو في اخر اللجنه بصيت لي كده قال لي يا ابني ما حلتش حاجه يا ابني، يا ابني ما حلتش حاجه. بصيت له قلت له يا حبيبي انت نموذج وانا نموذج. هو مش راضي يفهم. فضل المراقب يبص لنا وجه وقف جنبنا لغايه لما رخم علينا. بعدها ايه؟ سلام محمد ابراهيم. سلام محمد ابراهيم. والله يا محمد انت نموذج وانا نموذج، لو انت نفس النموذج كنت وربنا كنت غششتك اقسم بالله.